السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لليوم نوع من أنواع المقبلات، وصفة كتير سهلة وبسيطة، التبولة التركية. ممكن نقدمها جنب ورق العنب، ممكن جنب المعجنات. خلينا ننتقل مع بعض للمكونات. مكوناتنا لليوم: كوب برغل مغسول ومنقوع، عنا ضمة بقدونس مفروم ناعم، ربع ضمة نعنع مفروم ناعم، حبتين بندورة مفرومة ناعمة، وبصل أخضر، راسين بصل أخضر، ومعلقتين رب بندورة، وربع كوب زيت زيتون، وربع كوب ليمون. وهون عنا دبس رمان رح نحتاج ربع كوب، وملح وفلفل أسود وبابريكا. خلينا نبلش في تجهيز وصفتنا. البرغل طبعا انا هون ناقعه ومي مغليه، كوب البرغل حطيت عليه كوب مي مغليه. ونخليها لتبرد عليه المي ويصير زي المطبوخ. البرغل جاهز، نجيب صحن تاني ونحط رب البندورة ونحط عليه ربع كوب زيت وربع كوب ليمون. وبدنا نحط معلقة ملح كبيرة، معلقتين صغار يعني معلقة كبيرة هذا. نحط نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة بابريكا، وهلا بدنا نخلطهم مع بعض. وبدنا نحطهم فوق التبولة، فوق البرغل عفوا. نخلطهم كتير كويس مع بعض. هلا الفرق بين التبولة التركية والتبولة اللي بنعملها المعروفة، انها تبولتنا هاي لليوم برغلها اكتر من الخضار وبعض الاضافات، زيادة بعض الاضافات. هيك لما نجانس المكونات مع بعض بدنا نحط البقدونس. نعناع ناعم مفروم ناعم، البندورة، بدنا نحط البصل الأخضر، نخلطهم مع بعض كتير منيح. زي ما انتم شايفين البرغل اكتر من الخضار. نحط دبس الرمان ربع كوب، وبهيك وصفتنا خلصت. وبدنا ننتقل للسكب. وبهيك رجعنا لكم بعد ما سكبنا تبولتنا
وبنكون خلصنا وصفتنا لليوم، وصحتين وألف عافية، وبيتكم عامر.